يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق إلا أدخله الله الجنة على ما كان عليه من عمل. الله أكبر. ما أرحم أرحم الراحمين. إنه التوحيد يا عباد الله. لو تأتي بقراب الأرض أعمال وليس معك مفتاح الجنة لا إله إلا الله بأسنانها وبشروطها، وإلا فإن الباب لا يفتح.